وطاجن النهارده فيه بروكسل اللي هو بيسموه براسل سبراوتس، يعني بيسموه بروكسل ومشروم وشويه حركات كده. انا معايا توست ابيض، هاخد التوست ده الجميل اللطيف الحلو ده وهشيل الحواف بتاعته. اوكي هكذا، كده اهو شلنا ايه الحواف. شكرا جزيلا الحواف. طبعا الحواف دي ممكن ما ترموهاش، ممكن يعني تقطعوها صغير صغير وتحمصوها وتشتغل معاكو كروتون. اوكي هاخد بقى ده وانقعه في ميه في مرقه. هنعمل كده 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 ونحط المرق. وريني كده. ايوه سيبوا بقى ايه يقول مع بعض وكده لغايه ما ايه نحتاج له. خلاص اوكي يلا. هنا بقى في الوك اللطيف بتاع ده هنحط شويه زيت حلوين كده اهو. وناخد البروكسل والمشروم هنحط برضو المشروب ونقلب بقى لحد ما تدوب. نظل نقلب اوكي. نحط لها الثوم. هنعمل ايه في الثوم كده اهو. وشويه بقى ايه ملح وشويه فلفل ابيض. اوكي هناخد صفار البيض واللبن وبشر ليمون وجنزبيل. اوكي اربع حاجات تمام. وهنعمل كده هنحط ده كده اللبن ونحط صفار البيض صفار بيضتين وبشر الليمون وشوية فلفل أبيض شوية ملح برضو. وهنعمل ايه وهنضرب الكلام ده مع بعضه. معلش هرد بقى ده كده على النار. فين اهو نار هاديه قوي 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 قوي. ننزل
بالمشرمون بروكسل والثوم مع تقليب مستمر لغايه ما تتقل الصوص بتاعنا شويه. اما يتقل قوي الصوص بتاعنا يبقى كده استوى البيض اللي فيه، ابتدي اخفف بشويه ميه اذا لزم الامر. بعد ما احط له الاول كل ده هيتقل قوي تاني لسه، لاني لسه هحط له العيش فهيتقل تماما يعني. اوكي العيش نخبئ ايه فين الكازرول، وانزل بالعيش في الكازرول فين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا الحلوة فين؟ كويس. ونحط حته الزبده لطيفه كده حلوه. خلي كان العمر هاديه بقى. اوكي تمام قوي حلو جدا جدا. ونحط بيض البيض. اوكي. وهنبتدي نضرب بيض البيض على السريع جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنزل معاه الجنزبيل. فلفل ابيض. اوكي بصوا بقى، لازم لما اعمل كده ما ينزلش معايا، ما ينزلش معايا اوكي، عشان ما يبقاش في تحت اي نوع من ايه السوائل. معلقه صغيره خل، معلقه صغيره خل وانا بضرب. يعمل ايه الخل؟ يجمده اكتر ويخلي لونه الطف. الخل يفتح لونه. طبعا هو مديني على غمقان شويه علشان فيه فلفل، ولو انه فلفل ابيض وفيه جنزبيل اوكي، فدول مغمقين لونه سن. لكن لما هو ما بيبقاش محطوط له حاجات مندي، يا دوبك فانيليا مثلا ولا حاجه، بيبقى ابيض قوي ولطيف. وبعدين هناخد بقى 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 بقى، ناخد مثلا هنا ناخد المعلقه اللطيفه دي. شايفين بيبقى عامل ازاي؟ كده. اوكي؟ شايفيني عامل ازاي؟ اهو. ده المرنج مظبوط بتاعنا. نقفل بقى دي ونشيلها. المرنج بيستوي على درجة حرارة 80.
مش عالي اوكي على 80 وياخد وقته. هنيجي هنا نحط الحدوته الحلوه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. كبشتنا يا كبابش كبابش. عندي مغرفه قصدي ونغرف الكلام ده. اوكي هاخد بقى المرانج. عندكم حل من اتنين، ياخدوه بالبلبله وانا ما افضلش، افضل اخده كده. بصوا كده اهو، افضل اخده كده. كده اهو. بس كده.